قيام رمضان حتى ينال الأجر الموعود في هذا الحديث لا بد أن يكون القيام بوصفين. الأول الإيمان، أن يكون إيمانا بمعنى أنه يؤمن بأن هذا شرع الله وهذا أمر الله وهذا محبوب الله عز وجل، واحتسابا أن يحتسب الأجر، أن يحتسب الأجر. ولذلك قد يحرم كثير من الناس مغفرة الذنوب السابقة بسبب عدم الاحتساب. ومن جملة الصور السيئة أن الناس يحتجون على الإمام حتى لو كان يعني يصلي صلاة محتملة، فربما يشغبون عليه أو ربما أيضا يغتابونه وربما يسعون في إزالته عن الإمامة بالمكيدة له والعياذ بالله، وهذا أمر قبيح وسيء، نسأل الله السلام والعافية. وأيضا التضجر، التضجر تجد بعض الناس متضجر غير محب لهذا القيام، وإنما يصلي عادة أو يصلي حتى لا يعني خجلا حتى لا يقال هذا ما يصلي. لا، لابد أن يكون بإيمان واحتساب، إيمانا واحتسابا، تحتسب الأجر، تصبر على ذلك. ولذلك الصبر هو حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس على طاعة الله، فتحبس نفسك وتتحمل كما كان الصحابة رضي الله عنه، بل كما كان سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، تتفطر قدماه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقومون الليل ويحتسبون الأجر فرادى وأيضا جماعات، جماعات كانوا يصلون جماعات رضي الله عنهم وأرضاه.